بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ويسر لنا تلاوة كتابك وفهمه وحفظه والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وحققنا بحقائق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخلقنا بأخلاقه الكريمة، واحشرنا في ملته وتحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في أواخر باب الحيض والنفاس، وتكلمنا في الجلسة السابقة على ما يمنع منه الحيض والنفاس، أي أن الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تطوف، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا أن تدخل المسجد إلا أن تأمن تلويثه، وكذلك لا يجوز لها الوطأ، ثم نتكلم بعد ذلك على ما يحرم على الجنب، وإن كان هذا ليس هو بابه، ولكنه من باب الاستطراد، لأنه في موجبات الغسل، في فصل موجبات الغسل، لم يتكلم على ما يمنع منه الغسل، على أساس أنه أراد أن يأتي به هنا في باب الحيض حتى يبين أن الجنابة تمنع من أشياء أقل مما يمنع منه الحيض والنفاس، حتى يبين تقسيم الشافعية للحدث إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يمنع: حدث أكبر أي يمنع من أشياء كثيرة وهو الحيض والنفاس، وحدث أوسط كالجنابة تمنع من أشياء أقل، ثم حدث أصغر الذي يوجب الوضوء وهو يمنع من أشياء أقل من الحدثين السابقين. فباعتبار ما منع، الأحداث ثلاثة عند الشافعية: أكبر حيض ونفاس، أوسط جنابة، أصغر اللي هي نواقض الوضوء. وباعتبار موجبه هو نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يوجب الغسل، والحدث الأصغر يوجب الوضوء. ولذا قال: ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل. يعني كان الأول كان حقه يقول الحاجات دي ما يمنعها الجنابة في فصل موجبات الغسل، لكنه أخرها. ليه؟ لأن احنا من موجبات الغسل أيضا الحيض والنفاس، فلو كان اتكلم على ما يمنع في الجنابة فقط كان هيبقى واقف ما يمنعه الحيض والنفاس لحد ما يأتي الفصل ده، لأن احنا قايلين موجبات الغسل ثلاثة أشياء يشترك فيها الرجل والمرأة، وثلاث أشياء خاصة بالنساء. الثلاث أشياء التي يشترك فيها الرجل والمرأة هو الإيلاج وخروج المني والموت، وثلاث أشياء خاصة بالنساء: الحيض والنفاس والولادة. هذه هي موجبات الغسل. فيقول: ثم استطرد إلى آخره. والاستطراد معناه الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما. الولادة اللي هي أنها تلد، النفاس ما يخرج بعقب المولود من دم. لا، ما أصل افرض كانت ولادة جافة لم يخرج عن بعدها شيء، برضو يجب عليه الغسل. وجدت في بعض النساء نادرا، لكنها وجدت. ثم استطرد. والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينهما، يعني مثلا حاجة ملهاش علاقة بالموضوع لكن في مناسبة بينه. يعني دخل علينا واحد الوقت اسمه محمد، يقوم اسمه ده يذكرنا بسيدنا رسول الله،
نقوم بعد ما كنا بنكلم محمد علشان ليه اتأخر وليه ما جاش، نقوم اول ما نقول اسمك ايه يقول لك محمد، نقول صلى الله عليه وسلم، مع ان هو ما بيجابش سيرة سيدنا محمد، لان هو ذكرك بحاجة متعلقة غير الموضوع اللي انت فيه خالص، فليس مستطراد، يعني بتنتقل من موضوع الى موضوع اخر ايه من باب الاستطراد. لكن تملي تلاقي فيه مناسبة بينهم، زي مثلا واحد بيشتكي مثلا انه مرهق قوي النهارده من المواصلات، نقول له انت شفت حاجه؟ ده الدنيا غلا، مع انه بيشتكي من المواصلات وزحمتها، بس يعني ايه الغلا برضو شكوى، فالمناسبه ان الاثنين شكوى والاثنين عامه والاثنين كل الناس تعبانه منها، فاسمه استطراد، تفتح بالموضوع. فهمت المساله دي؟ يكلمك على اسعار اللحمه، تقول له انت شفت الدولار بقى بكام؟ وايه علاقه اللحمه بالدولار؟ دليل ان الاسعار بقت عامه، بقت القضيه عامه. ادي معنى الاستطراد، ان تتكلم في موضوع وبعد الموضوع ده يعني يثير في ذهنك حاجه قريبه لنوع من ايه من المناسبه. وعشان كده هو لما اتكلم على ما يمنع منه الحيض والنفاس كان مناسب انه يتكلم على الغسل، على الجنابه، انها برضه بتمنع من اشياء، ولان الحيض والنفاس والغسل بيوجبوا حاجه، والحيض والنفاس والجنابه بتوجب حاجه واحده هو الغسل، ففي مناسبة كبيرة بينهم، إن ده يمنع وده يمنع وده يوجب حاجة واحدة الاثنين، فبقت إيه مناسبة إن هو يتكلم على ما يمنع منه الجنابة. كما أشار إليه الشارح وتلك المناسبة أن كلا حرم بالحدث. فتأمل، استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر، أي لأجل ذكر، لذكر ما حقه، اللام هنا أي لأجل، لذكر أي لأجل ذكر، لأجل ذكر الذي حقه أن يذكر إلى آخره، أو تجعل اللام بمعنى الباء أي بذكري، بدل لذكري أي بذكري، بمعنى الباء والمعنى بذكر ما حقه أن يذكر، يبقى إيه سببية يعني. وقوله فيما سبق متعلق بقوله بذكر، وقوله في فصل بدل من قوله فيما سبق، يعني كان حقه يذكر ده في الفصل الايه قديم، فيبقى ما يذكر ايه في بذكر ما حقه ان يذكر فيما سبق متعلق. فيما سبق ده متعلق، ما احنا قلنا الجر والمجرور تملي يبقى متعلق بفعل سابق او بمحذوف، فتعلق فيما سبق ده اللي هو بذكر. وقوله في فصل بدل من قولي فيما سبق، بدل بعض من كل، وقوله موجب الغسل بكسر الجيم أي سبب وجوب الغسل، وقد تقدم في قوله فصل، والذي يوجب الغسل ستة أشياء اللي احنا قلناها، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة خاصة بالنساء. الرجال والنساء يشتركان في الموت، الكل بيموت، وعشان كده كل ميت مسلم يموت نغسله إلا الشهيد. وبعدين الإيلاج، يعني دخول قدر حشفة ذكر في فرج آدم يبقى ده موجب للغسل، وخروج المني، يبقى الثلاثة دول يشترك فيها الرجال والنساء. الثلاثة الخاصة بالنساء، الحيض إذا انقطع يجب علي أن تغتسل، النفاس إذا انقطع يجب علي الغسل، الولادة ولو لم يعقبها نزول شيء يجب عليها أيضا أن تغتسل، لأن الولد ما هو إلا مني منعقد، فكأن الولادة هي خروج مني برضه بس في صورة إنسان، يبقى في الحالة دي برضه يجب علي الغسل. ويحرم على الجنب أي المسلم غير النبي المكثف، هو بيقول ويحرم على الجنب خمسة أشياء أحدها الصلاة فرض، فبيقول هنا ويحرم على الجنب، الجنب المسلم غير النبي المكثف في المسجد، يعني كل محرمات على الجنب تحرم على النبي أيضا كحرمتي على كل مسلم، إلا حاجة واحدة المكثف في المسجد، لأن حرمة النبي أشد من حرمة المسجد، فيبقى النبي مستثنى لشدة حرمته، لعلو حرمته، يبقى النبي يستثنى في المكث في المسجد له حكم خاص، ليه؟ لأن حرمتي أعلى من حرمة المسجد. غير النبي المكث في المسجد فلا يحرم على النبي المكث في المسجد جنبا، وإن لم يقع منه، وإن لم يقع منه صلى الله عليه وسلم، لكن لو وقع يجوز له لشدة حرمته، ولكن النبي لم يفعل ذلك لأنه أعظم حرمة من المسجد. والنبي كغيره في القراءة،
يعني النبي بقى كغيره في ايه، في قراءة القرآن يحرم علي ان يقرأ القرآن، يحرم علي ان يصلي ولو نفلا ولو فريضة، ويحرم علي الطواف وهكذا. يبقى في الحرمة الباقية سواء الا في المكث في المسجد. على المعتمد كما نقل عن الشبرم الليثي. شبرم الليثي ده من علماء الشافعية الكبار من بلد اسمها شبرم الليث، سمي نسب الى بلده، وشمل الجنب الذكر والانثى. يبقى الجنب، اما نقول الجنب يبقى يشمل فيها الذكر والانثى، المرأة والرجل، ويستعمل بلفظ واحد في المذكر والمؤنث والمثنى. يعني ما يعني يفضل تقول ايه في المذكر والمثنى والمؤنث والجمع، تقول رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب. يعني ايه؟ يعني يفضل ثابت ما يتغيرش، لا تثنيه ولا تأنسه. وربما في لغة قليلة يتبعها، يبقى تأنسه. وربما طابق على قلة، يعني يطابق ايه المضاف اليه او الموصوف فيه، فيقال امرأة جنبة ورجلان جنوبان ورجال جنوبون. وإنما سمي جنبا ليه؟ لتجنبه الصلاة والمسجد والقراءة ونحوها. يبقى سمينا هذا الرجل جنب ليه والمرأة جنب ليه، لأنها بتتجنب المكث في المسجد، وكذلك هو يتجنب، ويتجنبان الصلاة، ويتجنبان قراءة القرآن، ويتجنبان الطواف، فسمي جنب لهذا. وقد ورد في الخبر الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب. ملائكة الرحمة مش الحفظة، لأن في ملائكة حفظة دي ما تسيبش الإنسان ولو كافر، ولو كافر. والرقيب العتيد ما يسيبش الإنسان ولو كافر، لأنه بيدون كل اللي بيعمله. لكن احنا بنتكلم على ملائكة مخصوصة تانية، ملائكة الرحمة. فدول ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب. والمراد ملائكة الرحمة لا الحفظة، لأنهم يفارقون جنبا، لأنهم لا يفارقون جنبا ولا غيره. يبقى الحفظة دول، ولولا الحفظة دول كان الشياطين تخطفت بني آدم والجن تخطفوا بني آدم. ما هو الجن شايفة كنت مش شايف، لو ما كانش في حفظة من الله ما كانوا أذونا، مش كده برضو؟ واحد انت لما واحد يستخبى كده علشان ما تشوفوش، ممكن ايه عايز يأذي واحد، يروح مستخبي عشان يقتله، يستخبي عشان يخضه، يستخبي عشان يخطف حاجة. يعني دليل انك انت لما بتبقى مش شايف الحاجة ممكن تأذيك. طب ما احنا مش شايفين الجن، طب ليه ما بيأذوناش؟ لان ربنا حافظنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من امر الله، اي بامر الله، بأمر الله يحفظونه. ولذا الإنسان ما يقلقش نفسه بقى، ويبقى خايف، واللي خاف من العفريت يطلع له زي ما يقولوا، لا ربنا حافظك، ما تقلقش، ربنا حافظك والملائكة شغالة معاك ليل نهار، حتى وانت في حال الجنابة، حتى وانت في حال المعصية، حتى في حال في حال الكفر، حتى في حال الكفر. شوف قد ايه رحمة ربك بعباده. بيقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، قالوا ان الصورة هنا التي لها ظل وتكون فيها روح، يعني صورة حيوان له ظل كامل. العلماء قيدوها بهذه الصور، بهذه المعاني، ليه؟ من جمع الاحاديث الواردة في هذا الباب كله. لما جمعوا كل الاحاديث الواردة في هذا الباب كله، فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصورة التي لها ظل المجسمة، التي تمثل صورة حيوان كطائر او حيوان او انسان، لا صورة شجرة ولا صورة طبيعية ولا غير ذلك، ولو كانت مجسمة. يعني لو شجرة حتى مجسمة ولا ظل ما يدورش، ولو مركب، صورة مركب، صورة أي حاجة من دي، نخلة، كل ده ما فيش مشكلة. ولو إنسان ولكن مقطوع الرأس وتمثال يجوز، وهكذا. أما الصورة الفوتوغرافية اللي هي صورة الكاميرا فليست داخلة في الموضوع أصلا، لأنها حبس ظل، لأنها كصورتك في المرآة، إلا أن يظهر فيها عورات، فتبقى يطرأ عليها حكم آخر لظهور عورة، كامرأة عارية تصورت في هذه الصورة، فتبقى إيه، يدخل لها حكم يليق بما فيها من الصورة بقى، فيبقى قبيحها قبيح وحسنها حسن ومباحها مباح وهكذا. ما دي مستثناة، احنا قلنا التماثيل اللي هي في صورة
لعب أطفال مستثناة للأطفال في فترة الطفولة، لكن البنت كبرت خلاص وبقت كبيرة وهتتجوز ما بقتش تلعب بيها، ما فيش داعي إننا نشيلها بقى في البيت لأن فقدت قيمتها، ولا نحطها كده فوق التسريحة في مكان مرتفع، ولا نحطها على السفرة في مكان مرتفع، لأن دي مكرمة. هي طول ما هي في إيد البنت الصغيرة والطفل الصغير قاعد يدوس عليها ويضربها ويعملها وإذا دماغها مش مشكلة بقى لأنها ممتهنة. أول ما يكبر وبتاع يبقى خلاص ما يلقش بقى إننا نشيلها، نديها بقى لأولاد الجيران يلعبوا بيها علشان بقى بقية المسلمين يفرحوا بيها، نديها لبنت البواب، لبنت الراجل اللي جنبنا اللي لسه مراته عروسة جديدة ومخلفة، تقوم تلف تشتغل، العروسة تشتغل تاخد ثواب. وإن كان العيال بتوع اليومين دول معفرتين ما بيحافظوش على العروسة أصلا لحد ما يكبروا، ده أنت بتديها له 100 في يومين ثلاثة فكوها 100 حتة وباظت على طول، فالحكاية بقت سهلة. 5 أشياء اللي هي 5 أشياء تحرم على الجنب. هي طبعا 5 أشياء، الخمسة دي مش الاعتبار بالعدد لأن ممكن تقعد تفكهم يطلعوا أكتر من 5، وممكن تجمع كذا حاجة على بعضها تطلع أقل من 5، يعني ممكن تقول الصلاة والطواف تخليهم 1 هتلاقيهم أقل من 5، ممكن تقول الصلاة الفريضة والصلاة النافلة وسجود التلاوة وسجود الشكر، اقعد بقى عد تلاقيهم يجوا 10 12. فهمت المسألة؟ وعلشان كده العبرة انك تفهم ايه الممنوع مش العدد بذاته، لكن احيانا العلماء كانوا يحبوا يعدوا في المتون علشان الاطفال الصغيرة يحفظ، يوم يطلع عنده ايه يعني معلومات دينية يعرف يعدها يبقى حافظها، لكن الانسان لما بيكبر بيبقى عارف ايه الممنوعات بقى يجمع حاجة على حاجة ما يجمعش، مش شرط يعني ان يعرف العدد ذاته لكن يعرف الشيء نفسه الحكم نفسه. 5 أشياء، وعشان كده اقول لك العدد لا مفهوم له، لانك ممكن تفتح كتاب تاني ما تلاقيهمش 5 تلاقيهم اكتر، فايه المساله مش هي هي، لكن زي ما بقول لك ان ساعات يجمع كذا حاجه يخليها 1 وساعات يفرقها. العدد لا مفهوم له لانه زيد زودنا عليها خطبه الجمعه، واللي ما قالش خطبه الجمعه ممنوع للجنب انه يخطب الجمعه، واخد بالك ليه؟ لان خطبه الجمعه صلاه، فاللي قال يمنع عليه الصلاه يبقى الخطبه داخله فيها، لكن العلماء زودوا يحب يفصص يعني، لأنه زيد خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر، وإنما سكت عنها المصنف لأنها في معنى الصلاة. أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، الصلاة يبقى يحرم على الجنوب أن يصلي أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ولو سجود تلاوة ولو سجود شكر ولو صلاة جنازة كل الصلوات. وفي معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر كما مر. فرضا يعني فرض عين زي فروض الصلاة اللي احنا عارفينها، او صلاة نذرها على نفسه فصارت فرضا ايضا عليه، او فرض كفاية زي صلاة الجنازة ولو كفائيا كصلاة الجنازة على المعتمد. فرض الكفاية يعني اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، يعني لو جت جنازة الوقت وقام 3 4 مننا صلوا عليها والباقيين قاعدين يبقى زال الاسم عن اللي جالسين، لكن لو جت الجنازه دلوقتي واحنا كلنا راحوا سابنا وروحنا ومحدش صلى عليها ياثم الكل، يبقى فرض الكفايه الذي اذا قام به البعض سقط عن الاخر. ولو كفائيا كصلاه الجنازه على المعتمد. والثاني قراءه القران. قراءه القران ايضا يحرم عليه يقرا القران، يعني يجريه على لسانه ويسمع نفسه، دي اسمها القراءه، لكن لو اجراه على قلبه لو اطلع بعينه عليه وقراه بعينه يجوز، زي انت مثلا واحد جنب وقاعد يقرا الجورنال وفي الصفحه الدينيه واحيانا يمر عينيه وانت ما بتقرا الجورنال طبعا بتقرا بعينيك، ممكن تقرا الصفحه الدينيه وتقرا الايات وتقرا الحاجات دي كلها بعينيك ما فيش مشكله، لكن لو هتلعب لسانك وتسمع نفسك بقى اسمها قراءة، هنا يحرم. والثاني قراءة القرآن. نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة في الصلاة الواجبة، ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة كأن نذر أن يقرأ سورة ياسين في وقت كذا، فكان في ذلك الوقت جنبا فاقدا للطهورين فإنه يقرأها للضرورة. يعني ولا قراءة القرآن للجنب لا يجوز أن يقرأها. طب فاقد الطهورين ده اللي هو ايه؟ لا يجد الماء ولا يجد التراب،
يعني إيه لا يجري الماء ولا يجري التراب؟ يعني واحد نسأل الله السلامة محروق، جسمه كله محروق، أو عنده مرض جلدي في أعضاء مشتركة بين الوضوء وبين التيمم، أعضاء وضوءه كلها ما فيها مرض جلدي، وكذا أعضاء التيمم كالوجه والكفين، واخد بالك، إلى المرفقين. يبقى في الحالة دي الدكاترة كلهم قالوا له لا، مرضك ده ما تقربش للمية، ولو قربت للتراب فيه ميكروبات وهتلوث نفسك، ما تستعملش التراب كمان. طب ده يبقى اسمه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين ده أصابته جنابة، نام واحتلم، هيعمل إيه؟ هيصلي على حاله ويعيد لما يخف بعد ما يغتسل. طب لما يصلي على حاله فاقد الطهورين ده لا يقرأ من القرآن في الصلاة إلا الواجب بس اللي هو الفاتحة، لكن ما يقراش سورة. يبقى هيقرأ الفاتحة لضرورة في صحة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، لكن ما يقرأش السورة لأن السورة سنة وهو جنب ممنوع من قراءة القرآن. فهمت بقى المسألة؟ لا، السنن القرآنية، السنن القرآنية، لكن هو مش ممنوع من التسبيح ولا ممنوع من التشهد ولا ممنوع من تكبيرة الإحرام، مش كده برضه؟ هو ممنوع من القرآن بس، يبقى السنن القرآنية بس، لكن هو يسبح ما شاء، يذكر ما شاء، يصلي على النبي ما شاء، يكبر ما شاء، يحمد ما شاء، يختم الصلاة ما شاء، لكن ما يقراش آية الكرسي في ختام الصلاة مثلا. يبقى هو فاقد الطهورين ده اللي أصابته جنابة يعني موجب للغسل ولا يستطيع الماء ولا التراب، زي مثلا ايه، ودوا القمر وانت اصلا لا تتيمم الا بتراب الارض، لان انت متعبد بالارض بكوكب الارض، فتراب القمر غير معتبر، مش هو ده اللي انت متعبد دي، وما تدوكش الا ميه على قد ما تشرب لحد بس ما ايه، ما سفينه الفضاء تخطف رجلها للمريخ وترجع تاخدك، واخد بالك؟ خيال علمي. فانت قاعد مستني يوم اتنين تلاته، هتصلي ازاي؟ فاقد الطهورين، يبقى هتصلي على حالك بغير وضوء ولا تيمم ولا واصابتك جنابه، بنفترض برضو انه اصابته جنابه، اصابه احتلام حاجه من دي، فيبقى هيعمل ايه؟ هيصلي على حاله متوجها الى كوكب الارض، قبلته كوكب الارض، والمواقيت بتاعته على حسب مواقيت الايه؟ مدينه مكه ام القرى حيث نزل الشرع الشريف، واخد بالك؟ يبقى مواقيت صلاته هي مكه، ومتوجها الى الارض قبلته، واضح؟ ويصلي على حاله ولا يقرا الا الفاتحه. طب افرض هو الراجل ده كان نازر على نفسه ان يقرا سوره ياسين او اي سوره من القران، يقراها كل يوم بعد العصر، لله علي ان اقرا ياسين كل يوم بعد العصر ما حييت، فنذر على نفسه هذا، فكان معتادا يقرا فصارت واجبه عليه لانه نذرها، يوفون بالنذر والوفاء بالنذر واجب، فيبقى في الحاله دي برضه هيقرا سوره ياسين لانها واجبه عليه، كويس؟ يبقى يستثنى من اللي فاقد الطهورين من القران الواجب بس، اللي هو ما كان في صلاه، وما يصليش نافله، ما يصليش صلاة نافلة، يصلي الفرائض بس، ما يصليش النوافل ولا الوتر ولا سنة الفجر ولا سنة خلاص، صلي الفرائض بس، وأما يرجع للأرض تاني أو يجد أحد الطهورين يعيد اللي صلى كله تاني. فهمت بقى المسألة؟ أو عنده مرض مزمن لا يبرأ منه، يبقى لا إعادة عليه خلاص، أو طالت عليه المدة يقضيها بالتدريج بالراحة، يعني يقسمها، قعدت شهرين يقعد شهرين يصلي مع كل فرد فرد لحد ما يخلص. وفي وجه عندنا عند المزني ألا يعيد، وجه عند الشافعي على مذهب المزني فما يعيدش، لكن المعتمد في المذهب انه يعيد. والثاني قراءة القرآن، بيقول لك نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة في الصلاة الواجبة، يبقى ما فيش نافلة عنده، كويس؟ ومثلها القراءة الواجبة خارج الصلاة. امتى يبقى قراءة واجبة خارج الصلاة؟ كأن نذر أن يقرأ سورة ياسين مثلا، هو مش شرط ياسين أي سورة، لكن هو اداها مثال لأن سورة ياسين مشهورة ورد عند ناس كثيرين، اتخذوها وردا لهم، واخد بالك؟ واعتبروها طول حياتهم، فاداها مثال مشهور عند المصريين بالذات، تلاقي سورة ياسين ناس كتير حتى من العوام يقول لك أنا كل يوم الصبح لازم وأنا رايح الشغل اقرا سورة ياسين،
وهو في السكه كده ماشي، تلاقي الناس كلها قاعدين واقفين، اللي حاطط الاتوبيس اللي ماشي ماسك سبحه وقاعد بقه شغال، ناس ذاكرين، امه ذاكره، امه النبي دي تلاقي امه ذاكره، واخد بالك؟ ما تلاقيش المنظر ده في اي بلاد كافره خالص، كل الناس ماشيه لاهيه الا المسلمين دول، تلاقي ده ماشي بيقول ورد، وده بيقول قل هو الله احد، ده بيصلي على النبي، ده بيسبح الله، يعني تملي تلاقيهم ذاكرين. كأن نذر أن يقرأ سورة ياسين في وقت كذا، فكان في ذلك الوقت جنبا فاقدا للطهورين، فإنه يقرأها للضرورة، لضرورة الوفاء بالنذر، مش كده برضو؟ لأن الوفاء بالنذر واجب. يبقى قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة. هل في قرآن منسوخ التلاوة أصلا؟ الراجح عند سيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري إن مفيش حاجة اسمها منسوخ لفظا، وخالف جميع العلماء، واخد بالك؟ خالف جميع العلماء، وجاب لك جميع الاحاديث الوارده اللي قالوا ان دي منسوخه التلاوه، كالشيخ والشيخات اذا زنيا فارجموهما البتة، وايات زي الاحاديث الوارده في موضوع الحفد اللي هو الدعاء بتاع القنوت، وقالوا انه كان قران ثم نسخ، وهو في الحقيقه كلام سيدنا عمر، قال ان كل الاحاديث دي احاديث ضعيفه ولا يثبت قرانيتها اصلا، لانها احاد، والقران لا يثبت الا بالتواتر، فاذا ثبت تواترا وثبت بعد ذلك نسخه، يعني يبقى ثبتت قرانيته اولا ثم بعد ذلك اثبت نسخه، لم يحدث هذا، وبالتالي قال لك هذا محال غير وارد في الشرع، وينبني عليه محال، وهو ان الله سبحانه وتعالى يظهر له مصلحه في اخفاء لفظ من كلامه، وكلامه قديم، فكيف يكون كلامه قديم ويلغي تاني؟ وهو كلام وجيه، كلام السيد عبد الله، وحتى لي رسالة قصيرة الحجم ولكنها كبيرة المعنى، مسميها ذوق الحلاوة في بيان عدم نسخ التلاوة، واخد بالك؟ ورادت فيها، وهي الرسالة مطبوعة وبتباع يعني، ورسالة قيمة. لكن هنا السيد الشيخ إبراهيم البيجوري كان ماشي على ما قاله العلماء كالآمدي والرازي وابن الحاجب وغيرهم من علماء الأصول على مر العصور، قاطبة والغزالي في المستصفى وغيره وغيره، كلهم قالوا ان في نسخ للتلاوة، واستدلوا زي حديث ستنا عائشة، خمس رضعات مشبعات محرمات كانت مما يتلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فاعتبروها انها نسخت تلاوة وبقيت حكما الشافعية، فعندهم يعني اوجدوا بعض النماذج، وان كان السيد عبد الله رأيه أنها هذه الأخبار أخبار أحاد، فيؤخذ منها الحكم لكونها حديث لا لكونها قرآن، لكونها حديث لا لكونها قرآن، خصوصا أنك إذا تتبعت كل ألفاظ هذه الأحاديث لا تجد عليها جرس القرآن ولا حلاوة القرآن، ما تجدش فيها حتى القرآن ليه كده طلاوة وليه حلاوة وليه يعني بيان واضح، وليه حتى الإنسان العادي لما يجي الخطيب يتكلم آيات قرآنية في وسط كلامه من غير ما يقول قال الله، تعرف إن دي حتة دي قرآن، تعرفها كده، لأنه كلام الله متميز، فبيقول حتى ليست فيها حلاوة الجرس القرآني المعتاد، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها نسخ تلاوة، لكن في نسخ حكم مع بقاء التلاوة فيه، وأوضحها طبعًا، أوضحها زي إيه؟ زي تحويل القبلة، وزي مثلًا المرأة المتوفى عنها زوجها كانت عدتها الأول عام وبعد كده بقت 4 أشهر و10 وهكذا، في أمثلة في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، لكن ما فيش مثال نسخ التلاوة، وكل الأمثلة اللي قلنا لك عليها إما ضعيفة الإسناد أو ثبتت أحد فلم تثبت قرآنيتها وليست فيها حلاوة القرآن، ده كلام السيد عبد الله في هذه المسألة. لكن على مذهب السيد الشيخ إبراهيم البيجوري ومن وافقه من علماء الأمة كلهم، قالوا إن منسوخ التلاوة يجوز قراءته للجن لأنه لم يصر قرآنا، إلا إذا الشيخ والشيخة إذا زنى فارجموهما البتة وغير ذلك، خصوصا إن الشيخ والشيخة إذا زنى يرجموهما البتة، واخد بالك؟ مخالفة أصلا للقرآن كمان، ده فيها إشكال، الرجم لا يثبت بيها، لأن إحنا عندنا الشيخ لو كان بكرا يعني أول مرة يزني وهو بكر لم يحصن مش هيرجم، مش كده برضه؟ والشاب لو زنى وهو محصن يرجم، يبقى هي مخالفه حتى للحكم الشرعي، مش كده برضه؟ ففيها اشكال، فما تقدرش تاخدها كده على عواهنها، لازم تبتدي تميز وتشوفها، ويمكن علشان كده بعض الصحابه انكروا هذه الروايات،
قالوا لأنها حتى بعض الصحابة قال أرأيت لو زنى الشيخ وهو بكر؟ قالوا يجلد. قالوا ولو رأيت لو زنى الشاب وهو محصن؟ قالوا يرجم. قال إذن فهي تخالف. فحتى رفضوهم الأول، فكثير خالفوه. لكن على أي حال، لو وجد وهو لا يوجد والحمد لله، له أن يقرأ ما نسخ تلاوته وإن كان لا يوجد. كويس، غير منسوخ التلاوة يعني مستثنى. أي ولو نسخ حكمه كآية الحول في العدة، أي ولو نسخ حكمه كآية الحول في عدة، أما منسوخ التلاوة فلا تحرم. يعني اللي نسخ حكمه لكن بقي تلاوة يحرم برضه قراءته، لأنه ما زال قرآنا يتلى، مش كده برضه؟ طيب، أما منسوخ التلاوة فلا تحرم قراءته ولو بقي حكمه كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإحنا إيه؟ قلنا التفاصيل اللي في المسألة دي. آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا يبقى يحرم عليه أن يقرأ ولو آية واحدة من القرآن. طب ولو حرف واحد ويقصد به قرآن يحرم برضه، ولو حرف، مع أن الحرف لا يسمى قرآن، لكن لو قصد به قرآن، قال مثلا بي ويقصد بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى يحرم برضه، واخد بالك؟ يبقى لو نطق، لكن هو أصلا الحرف لا يسمى قرآنا في الأصل. آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا، سرا يعني يسمع نفسه، وجهرا يعني يسمع من بجواره، يبقى كل ده يحرم عليه. آية كانت أي القراءة بمعنى المقروء، وقول أو حرفا أي لأنه شروع في المعصية لا لكونه يسمى قرآنا كما مر. قوله سرا أي بحيث يسمع نفسه حيث اعتدل سمعه، ولا مانع يسمع نفسه لمعتدل السمع مش للأطرش. واحد أطرش ما يسمعش نفسه إلا لما يعلي صوته قوي، يبقى ده يبقى جهر برضه طالما هيسمع من بجواره، إنما لما يبقى معتدل السمع يعني لما يقرأه. أنا كده بسمع نفسي عندكم السامعين وقدامي ميكروفون، يبقى اسمها قراءة زي ما بتقرأ أنت في الصف، فهمت إزاي؟ في الصلاة السرية، ده برضه حرام. وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل، يبقى ما يحرمش للجنب إن يطالع التوراة والإنجيل ويقرأ بصوت مسموع. كويس، أي فلا تحرم على الجنب قراءتهما، ولا تكره أيضا كما هو ظاهر كلام الأصحاب لعدم احترامهما الآن لكونهما منسوختين منسوخين. وأنا رأيي إن هي لكونهما محرفين، لأنهما صحيح نسخوا لكن كلام الله مش كده برضه، فما زال محترم مش هو كلام الله. لكن على أي حال إحنا نقول بدل ما نقول لكونهما منسوخين نقول لكونهما محرفين، لأن أصلا ربنا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال إن هما بدلوها تبديل كامل شبه تبديل كامل، ونادرا ما تجد في وسط ما هو مطبوع يعني تحلف ان ده توراة حقيقية او ده قرآن حقيقي. ثانيا لا يحرم تلاوتها لانها مترجمة، لانها لم تنزل بالعربية، فهي لما نزلت يبقى في علة اخرى لعدم حرمة تلاوتها، لانه بالاجماع يجوز قراءة القرآن المترجم للجن. ممكن اقرأ بالانجليزية لان بترجم المعنى مش بقول لفظه، مش كده برضو؟ ما يبقاش قرآن، يبقى معنى. يبقى التوراة والإنجيل المطبوعة بالعربية بين أيدينا الآن ليست هي التوراة والإنجيل، بل هي معاني التوراة والإنجيل، حتى لو فرض أنها غير محرفة وغير منسوخة يبقى هي كأنها ترجمة. وإحنا قلنا الترجمة ليست هي لفظ القرآن، إيه كلام الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى كلامه جاء في التوراة بالعبرانية، وجاء في الإنجيل بالقبطية أو باللغة القديمة، وجاء في صحف إبراهيم وموسى بالسريانية وغير ذلك، ثم جاء بعد ذلك في القرآن بالعربية، والكل كلام الله، ولكن يعبر عنه بالعربية فصار قرآنا، يعبر عنه بالسريانية فيكون صحف سيدنا إبراهيم أو سيدنا إدريس أو غير ذلك، وثم جاء بالعبرانية فكان مثلا توراة، ثم جاء بعد ذلك بالقبطية وبعضه بالعبرانية فكان إنجيلا، وهكذا. فيبقى احنا لما نيجي نقول التوراة والإنجيل المكتوبة بالعربي لكونهما منسوختين، لا مش العلة كده، لأن لو كلام الله لا يحرم لأن لا قدسيته، لكن ده مش كلام الله، ده مترجم أولا
محرف ثانيا، مش كده برضه؟ يبقى السببين دول هما اللي يبيحوا قراءة التوراة والإنجيل للجنب. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد قرآن. ساعات في أذكار في القرآن أدعية تحب تقولها، أو مثلا بتقرأ آية الكرسي بقصد الحفظ مثلا من الشياطين أو شيء من هذا، يبقى إيه؟ طالما لا تقصد قرآنيتها يبقى يجوز. كويس؟ أما أذكار القرآن مقابل لمحذوف تقديره هذا في غير أذكار القرآن، يبقى يحرم تلاوة القرآن في غير أذكاره ما لم يقصد الأذكار، وهذا ضعيف. والمعتمد أنه لا فرق بين أذكار القرآن وغيرها في هذا التفصيل، وهو أنه هو الحقيقة بقى بيقول لك إن حتى لو قال القرآن ولا يقصد قرآنيته لا يحرم، فليه بتستثنى أذكار القرآن؟ ما هو أذكار القرآن طالما لا يقصد قرآنيتها ما جائزة، طب تستثناها ليه؟ طب ما كل القرآن لو قال أي لفظ منه ولا يقصد قرآنيته ما برضه جائز، عشان كده قال التفصيل ده ما كانش ليها لازمة، ما دي ماشي. طب افرض أنا قلت لواحد ادخلوها بسلام آمنين وأنا جنب ولا أقصد قرآنيتي، أنا أقصد ادخل الباب وهي آية في القرآن لكن أنا لا أقصدها آية. قلت مثلا ابني إبراهيم قاعد مثلا بيلعب في الكتب بتاعتي، فقلت له يا إبراهيم أعرض عن هذا ولا أقصد قرآنيتي، يبقى تجوز وهو جنب، يبقى خلاص. يبقى المسألة علشان كده إيه بيقول لك إن ما كانش يعني يستثني دي، ليه بيستثنيها يعني؟ طب ما هو طالما لا يقصد قرآنيتي على أي حال ولو غير الأذكار فهي. فهمت كلام الشيخ؟ مقابل لمحذوف تقديره هذا في غير أذكار القرآن، وهذا ضعيف يعني مش مستثناة، ده هي عموما طالما لا يقصد قرآنيتها سواء كانت أذكار أو غيره يبقى ما فيش مشكلة. والمعتمد أنه لا فرق بين أذكار القرآن وغيرها في هذا التفصيل، وهو أنه إن قصد القرآن فقط أو مع الذكر حرم، وإن قصد الذكر أو أطلق فلا يحرم. وأنواع القرآن 9، أنواع القرآن من حيث الموضوع 9. القرآن كله كلام الله وهو ما بين الدفتين، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة وينتهي بقل أعوذ برب الناس، ده كله ده القرآن. كويس؟ لكن من حيث موضوعي بقى تلاقي 9 أنواع. وأنواع القرآن 9 نظمها بعضهم في قوله ألا إنما القرآن 9 أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل، حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. يبقى القرآن تلاقيه لا يخلو إنه يبقى يا إما في الحلال أو في الحرام، أو إنه يكون محكم أو متشابه. المحكم اللي هو يدل على معناه بغير شك بغير احتمال بغير تأويل، فمن لم يجد فصيام 3 أيام محكم. الثلاثة ينفع تبقى 3.5، ينفع يبقى 4.5، هي 3 محكم. ومتشابه اللي هي تحتمل، أقيموا الصلاة دي متشابه تحتاج بيان، اسمها إيه؟ اسمها مجمل. وفي المتشابه زي يد الله فوق أيديهم، زي بعض الصفات التي قد تدل على الرحمن على العرش استوى، حاجات تدل على لها معنى في الظاهر قد يدل على ما لا يليق بالموصوف، فنضطر نأولها ونغيرها إلى معنى أو نفوضها مع صرف إيه المعنى الذي لا يليق، يبقى نصرف المعنى الذي لا يليق ثم نفوض دول المفوضة، أو نؤولها على معنى يليق لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لوجود قرينة عقلية صارفة عن المعنى الظاهر. فهمت المسألة؟ يا اسم المتشابه، حلال حرام محكم متشابه بشير يعني بشارة، نذير يعني إنذار، قصة يعني قصص، عظة يعني عظة للناس، ومثل ورب تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويتذكرون وأولي الألباب وغير ذلك. يبقى دي أنواع القرآن من حيث الموضوع لا بقصد قرآن، أي بأن قصد الذكر أو أطلق، فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم. لو قصد القرآن وحده أو مع الذكر يبقى يحرم وهو جنب يعني. فائدة، لا يحرم أن يراد بشيء من القرآن كلام آخر، لا يحرم أن يراد بشيء من القرآن كلام آخر، زي ما قلت لك يا إبراهيم أعرض عن هذا، زي مثلا إيه جيت أنا مثلا قدمت لك طعام فقلت لك كلوه هنيئا مريئا، كلوه هنيئا مريئا، هذه في القرآن كلوه هنيئا، لكن أنا ما أقصدش قرآنيات،
ده انا اقصد اقول لك يعني كل وتهنى، واخد بالك؟ ادي المعنى. كقوله لمن يستأذنه، لمن يستأذنه في الدخول ادخلوها بسلام آمنين، لكنه يكره. يبقى مش حرام بس مكروه. ليه؟ لأنها فيها شبهة، وانت الرسول قايل لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تيجي بعد ما تقولها تقول يا ده أنا جنب، وأنا كنت أقصد قرآن ولا أقصد، طب وأنا إيه اللي خلاني قلت كده؟ ما كنت أقول له ادخل وخلاص، مش كده برضه؟ فيبقى مكروهة، علشان هتعمل لك نوع من البلبلة بينك وبين نفسك. وقد يساء فهمك، واحد عارف انك انت جنب وجيت قلت الكلمه دي، يقول لك يحرم انك انت تقول قران، ايه اللي بتعمله ده؟ ده فلان فاسق، ده انا كنت بزوره وقال كذا، وانت عارف الجماعه اياهم اللي بيفسقوا الناس على الفاضي وعلى المليان، فما فيش داعي يبقى تعملها علشان ما ايه؟ ما تقلقش نفسك. نعم ان استعمله في نحو الخلاعه، لو استعمله بقى في نحو الخلاعه والهزار والفجر والمجن والفسق والحاجات دي، يبقى قد يصل الى حد الكفر. يعني احنا داخلين، واحد داخل خماره يقول له ادخلوها بسلام امنين، اشربوه هنيئا مريئا على الخمره، ويقصد الخلاعه، يبقى قد يصل الى حد ايه؟ الكفر بقى. يبقى كده لانه ده بيستهزئ بكلام الله، واستهزاء بكلام الله ده من صفات الكفار، مش كده برضه؟ نعم ان استعمله في نحو الخلاعه كوصف المرضي كان حراما، وربما جر الى الكفر والعياذ بالله تعالى. والثالث مس المصحف، اللي هو العيال المخنثين، العيال المخنثين بتوع اوكي جاهزين، طيب يا اونكل، والحاجات دي متربيين في النوادي ومتدلعين، ويمشوا يترقصوا ويندغوا البانة ولابس سلسلة، ويقول لك في قرف وحاجات كده، يعني مخنثين دي اسمهم المرد. فهمت ازاي؟ يبقى العيال المخنثين المتدلعين ده لا ما يلقش يعني. ما احنا قلنا يقرأ التفسير حتى تفسير عربي، ما هو ده معنى. قال ابن كثير في هذه الآية كذا وكذا وكذا، ده مش قرآن، ده كلام ابن كثير، ده بيقول لك قال ابن كثير، قال الطبري، مش كده برضه؟ هل يجوز بقى حمله أم لا؟ دي مسألة ثانية هتيجي أنت بتسأل في مسألة تانية. اولا لما يوصل لحد الايه قبل ما يقول التفسير ما يقراهاش، يقراها بعينه، لكن هل يجوز حمله؟ قال لك اذا كان التفسير اكتر من القران يجوز حمله، مش كده برضه؟ قايلينها قبل كده، هنقولها تاني عليها. والثالث مس المصحف، اي باي جزء كما مر، باي جزء من جسمه، يعني باي جزء من جسمه، لا يمس المصحف باي جزء من جسمه ولو بحائل. وحمله من باب اولى، وحمل المصحف من باب اولى. قال لك كمان حتى الكرسي بتاع المصحف، لو المصحف عليه ما تمسش الكرسي كمان، الا للضروره، زي ما قلنا الضروره انك انت هتمنع المصحف من اذى طفل هيقطعه، او مثلا نجاسه هتقع عليه، او نار هتحرقه، او كافر هياخده يغتصبه. كل الحاجات دي يبقى يجوز في الحاله دي انك انت تاخده، ولو عندك وقت حاول تتيمم في لحظه كده قبل ما تلمسه لو عندك وقت. والثالث مس المصحف، اي باي جزء كما مر، وحمله من باب اولى، يعني وحمل المصحف من باب اولى، اذا كان المس حرام فالحمل افحش، لانه اعظم من المس فهو حرام بالقياس الاولوي، يعني من باب اولى. والرابع الطواف، يبقى يحرم ايضا الطواف، زي لان الطواف صلاه، زي ما قلنا الجنب يحرم عليه الصلاة يبقى يحرم عليه أيضا الطواف، أي لأنه بمنزلة الصلاة كما في الخبر السابق، إلا أن الله أباح فيها الكلام فلا تتكلموا فيه إلا بخير. فرضا يعني كان هذا الطواف فرض شامل الركن والواجب، زي طواف الوداع على مذهب الشافعية، على الراجح في مذهب الشافعية طواف الوداع واجب، وكذلك نفلا زي طواف التحية وزي طواف القدوم وزي طواف التطوع، كل الحاجات دي طواف يعني نفل. والخامس، خامس ما يحرم المكث في المسجد، يبقى جنب ويقعد في المسجد، لا احنا قلنا الدخول في المسجد للحائط حرام والمكث حرام، لكن الدخول للجنب مش حرام، لكن المكث هو اللي حرام،
الدخول للجنب ليس حرام، لكن المكس هو اللي حرام، واخد بالك؟ وعشان كده ما يحرم على الحائض والنفساء اكثر مما يحرم على الجنب. الخامس المكث في المسجد، وفي نسخة اللبث. اللبث يعني ايه؟ يعني المكث، وهو بمعنى المكث، اي ولو بقدر الطمأنينة. في لا، ما احنا قلنا فرضا كان زي طواف الركن اللي هو طواف الافاضة، بيسموه طواف الركن. ما هو ميزه بين الركن والواجب في ايه؟ في الحج فقط. في الحج فقط، في الباقي كله حاجة واحدة. أيوة. والنفل كذلك، على أساس إنه شرحه قبل كده في الحيض والنفاس، بس هو ده جايب بعد الحيض والنفاس، فلو قريت الصفحة اللي قبلها هيقول لك بالتفصيل. فيشمل الركن والواجب والنفل، واخد بالك؟ كله يعني. وفي نسخة اللبث، يبقى والخامس المكث في المسجد، وفي نسخة اللبث وهو بمعنى المكث، أي أيوة، ولو بقدر الطمأنينة. وقد أجاز الإمام أحمد بن حنبل أجاز المكث في المسجد جنبا إذا توضأ ولو لغير حاجة. ودي برضو حاجة كويسة، افرض إنك أنت يعني اضطريت تدخل المسجد واضطريت تقعد فيه شوية وأنت كنت جنب، اضطريت لأي سبب، مستخبي من حد بيطردك ورحت لقيت الجامع مفتوح، ها؟ لا، الكلام في الجنب، كلام في الجنب. الحائض إذا أمنت التلويث يكره، يكره إذا أمنت التلويث ولا يحرم. وقد أجاز الإمام أحمد المكث في المسجد جنبا إذا توضأ ولو لغير حاجة، كمان ولو لغير حاجة، ولو لغير حاجة. وبه قال المزني من أئمتنا، من أئمة الشافعية، قال زي الإمام أحمد بن حنبل في الحتة دي. يبقى انت تاخد برأي المزني وتفضل شافعي في المسألة دي لو احتجتها، يعني لو احتجتها، عشان ما تتركش ايه شافعيتك وانت لسه من اهل التقليد، لان انت دلوقتي ممشي عهدتك في العبادات على اجتهاد الامام الشافعي، مش كده؟ برضه انت مش من اهل الاجتهاد، وربنا دلنا على اننا نمشي وراء اهل الاجتهاد. ولو انهم ردوه الى الله والرسول لعلموا، الى الرسول والذين وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه إيه؟ الذين يستنبطونه منهم. يبقى أنت مأمور أنك أنت ترد الأمر لله، للرسول، ولأولي الأمر. أولي الأمر اللي هم العلماء، مش أولي الأمر اللي هم الرؤساء، لا، العلماء، لأن العلماء هم اللي بيقودوا الناس في الحقيقة، هم اللي بيقودوا الناس. يعني افرض حتى الحكومة قننت قانون قالت إيه؟ يجوز شرب الخمر. الناس المسلمين كده هيروح يشرب الخمر يعني؟ هيروح يشتروها؟ طب ما بتتباع في الاسواق، مش كده؟ برضه ممكن تروح تلاقي محل فتح بيبيع خمر، القانون بيبيعها، فهمت؟ لكن الناس مش هتشتريها برضه. يعني اللي بيقود الناس في الحقيقه هم اهل الدين. الحكومه تفتح بنوك، لكن الناس ما رضوش يحطوا فلوسهم الا لما العلماء بعضهم قالوا لا يا جماعه حطوا في البنوك دي حلال. لكن انت فكرك لو العلماء اجمعوا وقالوا البنوك دي ربا ومحدش يقرب لها، والله ما كانوا يلاقوا واحد يقف. يبقى اللي بيقود الناس في الحقيقه هم العلماء، دي الحقيقه، واخد بالك؟ ما بيعملش حاجه الا يروح للعالم، للشيخ، يا عم الشيخ نعمل كذا ولا كذا، مع ان القانون يبيح اللي بيسال فيه. فهمت المساله؟ يبقى ولو ردوه الى الرسول واولي الامر منهم اللي هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. يبقى انت مامور وانت من اهل التقليد انك انت تلتزم باجتهاد الذين يستنبطونه، مش انت تقعد تتنطط بقى زي فروع العلوز بين الائمه المجتهدين تختار اللي على مزاجك. ما يليقش، ده سوء ادب. وان كان فيها النجاه برضه، لان اسمك قلدت من ايه؟ من اجتهد، احسن من اللي على حل شعره خالص. لكنها مش من الادب، لانها بتعلم التفلت. والخامس المكث في المسجد لجنب لا لحاجه اليه، لان الكلام فيه لكنه ذكره توطئة للوصف الذي بعده لجنب مسلم. لجنب مسلم بيقول لك ما كانش حقه يعني يقول ايه لجنب الشارح، يعني هو بيقول والخامس المكث في المسجد وقفل القوس، راح كاتب لجنب مسلم. بيقول لك لازمته ايه لجنب مسلم؟ احنا قاعدين بنتكلم في الجنب من الصبح، وليه بيتكلم في المسلم؟ ما احنا بنتكلم للمسلمين من الصبح. يعني بيقول ما كانش ليها حاجه يعني ان يقول
فهمت ازاي؟ الشارح يعني. لا حاجة إليه لأن الكلام فيه، لكنه ذكره توطئة للوصف الذي بعد اللي هو مسلم، ولما يقول مسلم خرج به الكافر، فلا يمنع من المكث في المسجد جنبا لأنه لا يعتقد حرمته وإن حرم عليه. يعني أنا ممنعوش، كويس، ممنعش الكافر أن يدخل المسجد، واخد بالك، لأنها لا يحرم وهو حرام عليه، لأنه هو نفس الكافر ده لا يعتقد حرمة المسجد، كويس، لأنه حرم عليه من حيث أنه مكلف بالفروع، ولا يجوز له دخول المسجد ولو غير جنب إلا بإذن مسلم بالغ، زي ما الحكومة بتاعتنا في الأوقاف أذنوا للسياح الأجانب الكفار يدخلوا المساجد الأثرية. يبقى وزير الأوقاف ده مش مسلم بالغ ولا مش مسلم بالغ؟ مسلم بالغ. وبعدين ده من ولي الأمر، ولي الأمر وجد أن المصلحة أن الكفار دول يدخلوا المساجد الأثرية دي، لأن لما بيطلعوا عليها وهم ما عندهمش فكرة عن الإسلام، بيعرفوا أن الإسلام ده دين حضارة، ده الإسلام ده دين عريق، ده الإسلام ده فيه وفيه، يوم قد يدفعهم هذا إلى البحث عن الإسلام وإلى الدخول في الإسلام. وبالتجربة وجدوا ناس كثيرين من هؤلاء السياح بعد عشرات السنين من زيارتهم لهذه المساجد دخلوا في الإسلام، لأنهم انبهروا بالمكان وبقدسية المكان. هم يدخلوا كده في الأزهر ويلاقي الشيخ قاعد على كرسي كده والطلبة حواليه، منظر ما بيشوفوش في أوروبا كلها، ما بيشوفش المنظر ده، فيعرف أن المسلمين دول أهل علم وطلاب علم وبيحترموا أساتذتهم وأنهم متواضعين وأنهم بيجلسوا على الأرض، مناظر ما بيشوفهاش في بلاده. كل الحاجات دي قد تدفعه ان هو يعني، زي ما كان احد مهندسين الاثار الانجليز كان موجود في انا واللي حكى لي الحكايه في الاقصر، واللي حكى لي دي واحد من اهل الاقصر كان موجود ايام ما كانوا بينقبوا في المعابد ومش عارف ايه، فكان العمال اللي معاه عمال من الاقصر صعايده، يجي وقت الصلاه وكان معاهم مهندس مصر يعني مسلم مهندس، بس ايه المهندس ده الظاهر كان فيه من العمال واحد حافظ القرآن، فكان الراجل اللي يراقبهم يلاقيهم وقت الصلاة يسيبوا الشغل ويروحوا يتوضوا وينظفوا نفسهم ويأمهم واحد العامل ده ويقف وراه المهندس ويسمع كلامه وبتاع، ايه ده؟ ايه الحاجة الغريبة؟ فقعد يسألهم مرة في مرة في مرة، فعرف ان ده الدين وان ده مقدم عليه لانه يعرف اكتر في الدين، وان احنا ما فيش فرق بين مهندس وبين جاهل وبين عامل وبين، العبرة بمعرفته بدين الله. فأعجب بالحكاية دي، بيقول لك بعد كم شهر أسلم وبقى يقف جنبهم يصلي. يبقى لما بيخشوا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعات يجي له الأسير كان يربطه في سرية المسجد عشان يشوف المسلمين وهم بيصلوا وعشان يسمعوا كلام القرآن، كان حدث ذلك. لكن تقول ايه بقى للي مخه طائق من الجماعة الشباب بتوع اليومين دول اللي بيزعلان من الحكاية دي، يقول لك لا لازم تمنعه، وانتوا اصل الازهر ده فسقة علشان بيسمح للسياح يدخلوا المساجد، ليه بس؟ ليه كده؟ طالما وجد ذلك خلاص. يبقى ما يقول مسلم لجنب مسلم خرج به الكافر فلا يمنع من المكث في المسجد جنبا لانه لا يعتقد حرمته وان حرم عليه من حيث انه مكلف بالفروع، ولا يجوز له يعني للايه للكافر دخول المسجد ولو غير جنب الا باذن مسلم بالغ مع الحاجه، لوجود حاجه. الرسول كان بيجي له الرسائل من الفرس ومن الروم مع الكفار، وكان يدخلوا المسجد يدوا له الرساله صلى الله عليه وسلم، ما كانش يمنعهم صلى الله عليه وسلم. يعني يكره بقى، يكره، لكن له ان يدخل يبقى يجوز له، لكن بالنسبه للمسلم مكروه، لانه برضه انت ما تامنش ملابسه قد تكون فيها نجاسه وهو ما يعرفش انها نجاسه فيقعد ينجس المسجد. فلو كان في مكان ملحق يعني زي قاعه احتفالات بتاع او في بيتك ما يجراش حاجه، انت حر. ما هم بيدوهم طرحه كده عندهم، بس الطرح مش نظيفة قوي، ما هم بيقرفوا منها السياح ما بيرضوش ياخدوها، لانها بتبص تلاقيها مثلا حاجه ما اتغسلتش بقالها من ايام قدماء المصريين، فالمفروض ان القائم على المسجد بيغسل الطرح دي
واخد بالك؟ طب واحد من اللي بيقول لك لا ويتنرفز قوي، يعمل لهم 100 طرحه ويفصلهم نضاف كده حلوين ويديها لخدام المساجد، دي يبقى ثواب لله. تقوم لما تيجي تخش وتلاقي الطرحه نظيفه كده السايحه دي، تروح لابسها لان هي سايحه ونايحه، تلاقيها البتاع مبقعه كده، بتقرف تحطها على جسمك، مش كده برضو؟ يجي لها مرض جلدي، يجي لها حاجه، تفهم؟ اه اه ده في ركن من المسجد لنصارى نجران، نصارى نجران. وفي تاريخ مصر معروف ايام الاستسقاء، في صلوات الاستسقاء كانوا بيخلوا النصارى يقعدوا في اخر مسجد عمرو بن العاص، ايام ابن حجر العسقلاني والامام السيوطي، يقعدوا مش ضعفاء وعطشانين وعبيد لله وجعانين وفيهم اطفال بيوقوقوا وعندهم بهايم ولا ما عندهمش؟ يبقى ضعاف، مش كده برضو؟ ضعف البشريه. وانت في الاستسقاء بتجيب كل الضعفاء تقعد اهم يا رب ضعاف اهم، في كفايه ان هم كفار اهم يا رب، اديهم فرصه واحييهم بالمطر يمكن يدخلوا في الاسلام. واخد بالك؟ ويعني رايه كده، لكن في علماء كتير اجازوه، اجازوه. طبعا مكلف، لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. مش قاعد بيندب حظه جوه النار بيقول ما كانش بيصلي وما كان، ما هو مكلف بالفروع لكن لا تقبل منه الا اذا اسلم. يعني مكلف بالفروع يعني ايه؟ يعني هو ربنا هيساله عن الفروع لكن لا يقبلها منه في الدنيا الا اذا اسلم. يعني هو مكلف انه ما يسرقش، مش كده برضه؟ ولو سرق هيتعاقب على سرقته فوق كفره. كويس؟ مكلف ان هو ما يزنيش، فلو زنى يعاقب على الزنا فوق كفره. فهمت المسأله؟ فهو مكلف بالفروع برضه. لأن الكفر ده أقوى حاجة بقى اللي هو يمنع من انتفاعه بأي عمل صالح يعمله. فهو ده أقوى حاجة، بيمحو كل شيء وبسبب خلوده في النار. لكن أي معصية تانية غير الكفر لا يخلد من أجلها في النار، مش كده برضه؟ فيبقى الكفر أقوى حاجة بقى، فبيخش فيه يندرج تحته كل ما بعده من أي معصية. هيعذب أكتر من الكافر اللي ما ارتكبش، والكافر القائد اللي زعيم اللي وراه ملايين كفروا بكفره، غير الكافر اللي كفر لوحده وما كفرش حد معاه. ده أخف من ده، ما هي النار درجات. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، مش كده برضه؟ في أنواع. وجلوس قاض فيه للحكم وكذلك جلوس المفتي فيه للإفتاء يحرم برضه، يعني القاضي ما يقعدش في الجامع وهو جن، والمفتي ما يقعدش في الجامع وهو مفتي، ويفتي الناس وهو جن، يغتسل. إلا لضرورة، أي فلا يحرم لأجلها. وقوله إيه الضرورة بقى؟ واحد يبقى جنب ويقعد في المسجد يمكث، كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. يعني نايم في الجامع وبعدين استيقظ لقى نفسه محتلم، ولقى الراجل قافل الجامع عليه ومش عارف يطلع على الميضة، هيضطر بقى قاعد مستنيه لما يجي الفجر يفتح لي الباب عشان يطلع يغتسل. هيفضل ولا هيكسر الباب ولا هيعمل ايه يعني؟ هيتجنن يعني؟ يتشعلق في النجفة؟ عايز منه ايه يعني؟ يمكث خلاص، اذا ضاق الامر اتسع، مش كده برضو؟ يبقى يمكث لضرورة لحد ما ايه او مثلا هربان من حد، واحد متربص بيه بره هيطخه لو طلع عشان صعايده وبينه مطار، وقاعد له بره بالفرفر وهو عنده جنابه، ولو طلع هيطخه ما يطلعش. او متخانق معاه وقايل له وعايز منه فلوسه اللي واخدها منه وهو معهوش يسددها ليام، قال له لو شفتك هقطع دراعك، وهو تاني مفتري ماسك السكينه ومفتري هيقطع دراعك، يبقى خايف على منفعه عضو او على نفسه. واخد بقى؟ يبقى كل ده يجيز ليه انه ينقص في المسجد وهو جنب. فهمت بقى المسألة؟ اي فلا يحرم لأجلها. وقوله كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه او ماله، مثال لصاحب الضرورة لا لنفس الضرورة كما لا يخف. يعني الضرورات تختلف بقى، اقعد بقى اي، المهم اي ضرورة، في اي ضرورة يبقى خلاص.
وتعذر خروجه منه أي شق عليه. فالمراد بالتعذر المشقة لحقيقته وهي عدم الإمكان، لكن يجب حينئذ أن يغسل ما تيسر غسله، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. افرض الجامع في حنفية كده ملحقة لكن ما فيش مكان يعرف يغتسل فيه، يبقى خلاص يجي عند الحنفية دي يغسل من جسمه ما تيسر، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، يغسل من جسمه ما تيسر ولو يتوضأ. لأن الإمام أحمد بن حنبل والإمام الموزني أجازوا ليه أن هو يتوضأ ويمكث وهو على وضوء، يبقى يعمل أي حاجة، لأن القاعدة عند الشافعية الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الحاجة المتيسرة ما تسقطش بوجود حاجة متعسرة. يعني أنت الوقت ما بتقدرش تسجد لأن ركبك وجعاك، لكن بتقدر تقف، يبقى اقرأ الفاتحة من قيام، ما ينفعش تقرأ الفاتحة من جلوس، لأن القيام ميسور ولا يسقط بالمعسور وهو السجود على الركبة، يبقى تقرأ الفاتحة من قيام وتركع من قيام وساعة السجود تجلس. فهمت بقى المسألة ليه؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. تشوف إيه المتيسر؟ إذا تعسر عليك القيام لكن تيسر عليك السجود، يبقى اقرأ الفاتحة من جلوس لكن اسجد. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كل حاجة القاعدة عند الشافعية 5 قواعد قام عليهم مذهب الشافعية، من ضمنهم الميسور لا يسقط بالمعسور، والأمور بمقاصده، والضرورة تقدر بقدرها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، مش كده بقى؟ والعادة محكمة في الأيمان والنذور، يعني العرف. دي قواعد المذهب يعني. قواعد المذهب؟ وانت شافعي ولا حنبلي؟ حاضر. وجلوس قادم فيه للحكم، يعني ما يجلس وهو جنب. يعني ده من ضمن المعطوف على المحرم. يعني لا يجلس القاضي للحكم ولا المفتي للإفتاء في المسجد وهو جن. فهمت المسألة؟ بس لا انت قال يحرم داخل في المحرم إلا لضرورة، مش بيقول ولا يجوز له دخول المسجد، ولا يجوز جلوس قاضي، ولا يجوز له دخول المسجد ولا غيره إلا بإذن مسلم بالغ مع الحاجة، وجلوس قاض فيه للحكم، وكذلك جلوس المفتي فيه للإفتاء برضو لا يجوز. ده هو دي حاجة القاضي، لو قد قضية ضرورية بقى وخلاص مضطر يبقى فيه ضرورة، لكن قاضي هيقعد يحكم وعنده وقت يروح يغتسل، مش كده برضو يمشي مع الحكم. يبقى يغسل ما تيسر غسله لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن يتيمم عن الباقي لأن التيمم سهل. يبقى احنا قلنا اللي هينكس في المسجد لأي ضرورة يبقى يحاول يغسل ما تيسر من جسمه وبعدين يتيمم عن الباقي بتراب غير تراب المسجد، يعني التراب اللي جاء على الشباك من الجو كده غير التراب اللي هو على أرض المسجد. تراب أرض المسجد ده حرام لأنه ده ملك المسجد ما يتيممش بيه، لكن يتيمم بالتراب اللي جابته الريح على مثلا الترابيزة دي فيها تراب كده يروح خابط ايده، بس يكون مش منظفين الجامع، يعني كعادة المساجد الوقت ما حدش بينظفها الوقت الا في القليل النادر، تخش تلاقي التراب شبر على المصاحف، خلاص يتيمم على التراب اللي موجود على الترابيزات والحاجات دي، او على الشباك عتبة الشباك او على عتبة الباب، لانه ده جابته الريح مش تراب المسجد، يتيمم عن باقي جسمه يعني. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان برضو يجي يصيبه جنابة في الليل ويكسل عن الغسل يعمل ايه؟ يتوضأ وينام. فخد الحكاية دي فقال ان يعملها بتخفف الجنابة شوية لانها بتزيل الحدث عن اعضاء الوضوء، فما يبقاش كله جنب، يعني يبقى في حتت منه طهر. يقول
إذا كان مسجد أهالي بإذن صاحبه اللي هو بيدفع الكهرباء، وإذا كان مسجد الحكومة تستأذن من وزير الأوقاف تقدم طلب. إذا كان عندنا هنا أنا ما عنديش مانع، أنا اللي بدفع فاتورة الكهرباء. ها؟ لا لا ما ينفعش. ده الكلام ده أنت شوف الأول، الكهرباء دي شيء مستهلك، مين اللي بيدفع قيمته؟ إذا كان اللي بيدفع قيمته بيت مال المسلمين يبقى ده ملك ايه؟ المسلمين كلهم. فهمت ازاي؟ فتستأذن القائم على هذا الامر، يأذن لك او لا يأذن، يشوف مصلحة المسلمين فين. اذا كان المسجد ده مسجد اهالي في فلان ده بيدفع الكهرباء، روح استأذنه غالبا هيوافق يعني، تقلقش. ها؟ والمصالح الحكومية نفس الحكاية، ما تستعملش تليفوناتها ولا شحن الكهرباء طبعا. مال الحكومة اشد من مال اليتيم طبعا، لأن الحكومة بتصرف على كم يتيم؟ ملايين اليتام. مش عاملة دور أيتام، بتصرف على أيتام كتير، واخد بالك ازاي؟ وزارة الشؤون الاجتماعية دي لما تروح هناك تلاقي عندها مئات الآلاف من أسماء الأيتام بتديهم مرتبات. يبقى الحكومة دخلها بتصرف منه جزء منه، بتصرف على أموال اليتام، يبقى في رقبتك كم يتيم؟ ملايين. فإذا كان يتيم واحد لا أحرم إنك تاكل ماله، فما بالك بالأيتام. أنا كان جدي يقول لي كده، يقول لي مال الحكومة أشد من مال اليتيم، لأن اليتيم أنت عارفه لما يكبر ممكن تستسمحه، ممكن ترد له فلوسه، ممكن تعمل إيه، إنما مع الحكومة هترد لمين ولا لمين؟ ولما تيجي تستسمحه هيكون في أيتام كبروا وماتوا، ماتوا وأنت واخد حقهم ما لحقتش تستسمحه، فيبقى ده أشد ولا مش أشد؟ أشد من مال اليتيم. فالواحد يحذر. لكن لو كان حاجة قطاع خاص فبتروح لصاحب العمل بتستأذنه، مصنع صاحبه فلان، ورشة صاحبها فلان، واخد بالك؟ ليك تستأذنه وأذن لك خلاص مفيش مشكلة. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وأن يتيمم عن الباقي بغير تراب المسجد أما به فيحرم، يعني بتراب المسجد حرام مع الصحة، ويبقى تيممه صحيح بس يحرم. زي ما أخذ أنا الماء مية من بتاعتك ملكك من غير إذنك وتوضى بيها، وضوئي صحيح بس حرام، وضوئي صحيح بس حرام، فهم؟ والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته، اللي هو في وقفية المسجد، لا ما طرأ فيه بسبب هبوب الريح فلا يحرم به. وهنا حيتعذر خروج الجنب من المسجد لأسباب، لخوف على نفسه أو ماله أي أو عضوه أو منفعته أو لغلق أبوابه. أما عبور المسجد مقابل للمكث أو اللبث على النسختين السابقتين، والعبور هو الدخول من باب والخروج من آخر. يعني الجنب له أن يعبر المسجد، يدخل من باب ويخرج من باب إذا كان عابري سبيل. ربنا بيقول إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وفي ناس بيبقى المسجد في سكة بيته، يعني يعدي من الباب ده يخرج من الباب ده عشان يروح بيته، يبقى العابر السبيل ده ما يجراش حاجة. أو داخل المسجد يناول الإمام جواب أو يناول مصلي حاجة ويطلع على طول ما يمكث، يبقى ده عابر سبيل يجوز له. أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم، بل ولا يكره في الأصح. عبور المسجد مقابل للمكث، قلنا المكث حرام، لما يقول عبور المسجد استثناها من المكث يبقى ده خارج عن المسألة. أو اللبث على النسختين السابقتين، والعبور هو الدخول من باب والخروج من آخر. وحيث عبر، طب افرض هيعبر بقى وهو جنب، ما نكلفوش نسرع، نقول اجري اجري بسرعة. لا يكلف الإسراع، يجري الكعب اللي يقع يتكسر انت هتعمل لنا مشكلة، سيبه في حاله. يبقى لا يكلف الإسراع، ولا هو يكلف نفسه الإسراع كمان، يمشي مشيته العادية. فلا يكلف الإسراع في المشي، بل يمشي على العادة مارا به، أي حال كونه مارا به، وهي حال مؤكدة، لأن العبور بمعنى المرور. وكذلك قوله من غير مكث فيه توكيد أيضا، فلا يحرم. قال تعالى دليل عدم الحرمة ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، بل ولا يكره في الأصح، لأن في وجه مقابل للأصح قال لك يكره لكن ليس عليه. احنا عندنا خلاف الأول،
العبور خلاف الأولى، يعني حاجة بين المباح والمكروه كده، حاجة أخف من المكروه ويعني أوحش من المباح شوية. المباح اللي هو مستوي الطرفين، والمكروه اللي هو يستحب تركه ولا يأثم فاعله، وخلاف الأولى اللي هو أدب، من باب الأدب، حاجة بين الاثنين. أي بل هو خلاف الأولى ومقابل الأصح أنه يكره وهو ضعيف، وفي بعض النسخ بل يكره في الأصح، وهذه النسخة ضعيفة، والمعتمد الأولى إلا أن تحمل الكراهة على الخفيفة، وهي خلاف الأولى كما أشار إليه في التقرير. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث. واحد يقول لك أنا مش همكث في المسجد، أنا هفضل رايح جاي. نقول له لا برضه، كأنك لبثت، يبقى حرام بقى. هتفضل رايح جاي تعمل إيه؟ يقول لك أستنى هستنى فلان، أنا مش هقعد، ده أنا هفضل رايح جاي كده لحد ما يجي، لأن الأوعاد في المسجد حرام، وأنا الوقت عليا جنابة. نقول له لا برضه، التردد في المسجد كالمكث. فهمت إزاي؟ وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث، لأن القدر اللي هيمكث فيه في المسجد بقدر الطمأنينة بغير ضرورة يبقى اسمه لبث. والطمأنينة يعني إيه؟ سكون أعضائه، يعني بقدر ما يسبح 3 تسبيحات. فهمت؟ وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث فيحرم كاللبث، ومنه أن يذهب الجنب إلى الخزانة ثم يرجع إلى المضاءة كما يقع الآن. يعني من ضمن التردد في المسجد المحرم إنه هو يروح لأوضة الإمام ويطلع من أوضة الإمام على الميضة، ومن الميضة على أوضة الإمام، ومن أوضة الإمام يكلم مش عارف، ده برضه ما ينفعش، ده اسمه تردد برضه، يبقى ما يعملوش. ده بيقع لخدام المساجد المقيمين في المساجد، ساعات يصحى يلاقي نفسه على جنابة ويقعد بقى يتلكع لفين، 2 3 ساعات على ما يبقى يغتسل على صلاة الظهر. لا، يبقى ده الراجل مقيم في المسجد يروح يغتسل على طول، خدت بالك؟ ولا بأس بالنوم في المسجد ما لم يضيق على مصلي أو يشوش عليه، وإلا حرم. يعني احنا قلنا واحد أصابته جنابة في الليل وهو نائم في المسجد، يكمل نوم ويبقى يقوم، ويكمل نوم ويبقى يقوم بعد كده يغتسل، لأنه أولا معتكف وقائم في المسجد، واخد بالك ازاي، ونايم. ما لم يضيق على مصلي، يبقى لا بأس انه ينام في المسجد ما لم يضيق على مصلي، ما يبقاش المسجد ضيق والناس تروح من نايمة تاخد مكان المصلي، يبقى ما يعملش. لكن لو ما كانش مش هيضيق، او يشوش عليه، يعني ايه؟ يعني عارف انه ما بينام بيشخر، والدنيا بحالها بتسمعه، هو عادته كده وقايلين له، كل قرايبه قايلين له كده، فيبقى ما ينامش في المسجد، لان هيقعد يشخر كده يعلي صوته، يجي واحد عايز يصلي ركعتين ما يعرفش. في ناس تبقى نايمه كانه بيكلم 10، معلش ده مرض غصب عنه، معلش بس ما يعملش في المسجد، يبقى ينام في بيته. فهمت؟ والا حرم. واخراج الريح فيه خلاف الاولى، وهو نايم كده وحزقته ريح وهو نايم في المسجد، يطلعها ولا ما يطلعهاش؟ قال لك لو طلعها خلاف الاولى، يعني حاجه بين المكروه والمباح، يعني ما فيهاش مشكله كبيره، يعني خلاف الاولى، خلاف الادب. زي برضو ما قلنا ان يقص ضوافره او ينكش في مناخيره او مش عارف يعمل ايه، او يلعب بين طوافع رجليه ويطلع الاذى اللي بينها ويرميه في الكل، ده بقى خلاف الاولى برضه، لان الحاجات دي كلها المفروض تجنب المساجد منها. وخرج بالمسجد، خرج بالمسجد هنا ان يحرم بالنسبه للجنوب ان يعمل الحاجات دي فيها، وكذا الحائض والنفساء، المدارس والربط، مدرسه ازهري وده نايم فيها ما يضرش لانها مش مسجد، كليه الشريعه في الازهر نايم فيها ما يضرش لانها مش ايه، مش مع انها بتدرس علوم الدين بس مش مسجد، يبقى خرج المدارس والربط. الربط كانوا زمان يعملوا رباط كده، الجماعه الصوفيه بتوع زمان كانوا يعملوا رباط كده يقيموا فيه، ياكلوا ويشربوا ويصلوا ويذكروا ربنا وما يعملوش حاجه غير كده، فاخد بالك؟ برضه ده مش مسجد، له ان يمكث فيه ويقول. والخانقاه، الخانقاه اللي هو مكان العباده اللي كانوا بياخدوا الصوفي لنفسه، يعمل له كده عزلة، حجرة كده يعتزل فيه. خان يعني مكان بالفارسي، الخنقاه مكان الايه؟ العبادة يعني. والربط أي أيوة والخنقاه، فلا يحرم المكث ولا التردد فيه على الجنب. اوعى تفتكرها الخنكة. الخنكة دي اللي هي ايه؟ فيها المرضى النفسيين. واخد بالك؟ بالكاف، إنما دي الخنقاه. لكن الخنكة يقعد فيها ما يجراش حاجة، ربنا ينجيك منها.
ثم استطرد المصنف أيضا، أي كما استطرد بما تقدم، وقول من أحكام الحدث الأكبر متعلق بقول استطرد لتضمين معنى انتقل، وكذلك قول إلى أحكام الحدث الأصغر. هيبتدي يكلمك بعد كده على ما يمنع منه الحدث الأصغر. يبقى احنا قلنا الحدث الأكبر اللي هو الحيض والنفاس يمنع من الصلاة بجميع أنواعها، نافلة وفريرة وسجود تلاوة وسجود شكر وصلاة جنازة، كل الحاجات دي يمنع منها الحيض والنفاس، ويمنع كذلك من الطواف، ويمنع من المكث في المسجد والدخول في المسجد، ويمنع من قراءة القرآن، مش كده، ويمنع من الجماع الوقت، ويمنع من الصوم، كل الحاجات دي يمنع منها. الحائض والنفساء ما تعملش الحاجات دي. طيب الجنب بقى، الجنب يمنع من حاجات أقل، يعني الجنب ممكن يصوم، يعني واحد استيقظ بعد طلوع الفجر وكان ناوي يصوم وكان على جنابة، له أن يصوم ما يمتنعش من الصيام، لكن استيقظت بعد الفجر وجدت نفسها حائض ما تصومش، يبقى الحيض والنفاس يمنع من الصيام، لكن الجنابة ما تمنعش، مش كده برضو؟ وعلشان كده احنا قلنا للجنابة باعتبار ما منع حدث متوسط بينها وبين الحدث الأكبر اللي هو الحيض والنفاس والأحداث الصغرى التي توجب الوسط، يبقى ما يمنعش من الصيام، ولا يمنع من الجماع، يعني ممكن واحد جنب يجامع مرة تانية وهو جنب مفيش مشكلة، لكن الحائض لا، يمنع من الجماع مطلقا، مش كده برضو؟ يبقى الجنابة الموانع اللي فيها أقل شوية من الحائض. فاتكلم النهاردة على الموانع الجنابة، هيتكلم بعد ذلك على الموانع التي يمنع منها المحدث حدث أصغر اللي هو محتاج يتوضي يوم السبت القادم إن شاء الله، وغالبا بعد كده هيبقى رمضان، هناخد أجازة من دروس الفقه في شهر رمضان كله عشان هيبقى مشغولين في التراويح والترويحات إن شاء الله، وبعد كده نبقى نواصل بعد رمضان إن شاء الله. لكن عندنا يوم الثلاثاء القادم بين المغرب والعشاء قراءة صحيح البخاري في هذا المسجد إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعاد وطيب.